بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الكاتشب. عندنا وحدتين طماطم متوسطين وممكن طبعا اكتر على حسب الكمية اللي هنعملها، وهنقطع الطماطم باي شكل. وبعد ما نقطع الطماطم هنحطها في الخلاط، وهنحط عليها كوباية مية ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة ومعلقة صغيرة بابريكا ومعلقة صغيرة بصل بودرة ونص معلقة صغيرة توم بودرة ورشة قرفة صغيرة جدا ومعلقتين صغيرين سكر أو معلقة كبيرة والملح، ونخلي بالنا ان احنا ما نزودش الملح قوي وفي الاخر هنبقى نظبطه، ومعلقه صغيره نشا ومعلقه كبيره خل ابيض عادي ومعلقه كبيره زيت، وهنضرب كله مع بعض كويس في الخلاط حوالي دقيقه او دقيقتين. وبعد ما نضرب الطماطم والتوابل كويس في الخلاط هنحطها في كزرولة او حله صغيره، وهنحط الحلة على نار متوسطة وهنقلب، وأول ما الخليط يبدأ يغلي معانا هنضيف معلقة كبيرة صلصة طماطم معلبة، وهنضيف حوالي نص كوباية مية، ونقلب كويس ونسيب الكاتشب يغلي على نار هادية. وخلاص كده تركز معانا بعد ما سيبناه يغلي حوالي ربع ساعة، وهنضيف في الآخر ربع معلقة صغيرة جنزبيل مطحون وفلفل أسود ورشة كمون ورشة صغيرة تانية من البصل والثوم البودر، وهنقلب كويس وهندوقه. لو محتاج ملح زيادة أو سكر زيادة هنزودله، وهنشيله من على النار وهنصبه في بولة وهنحطه في التلاجة لحد ما يبرد، وفي الوقت اللي هيكون فيه في التلاجة هنطلعه ونقلبه من وقت للتاني علشان ما يتكونش قشرة عليه. وخلاص كده الكاتشب برد معانا، وده بيكون قوامه تقيل ومتماسك. ولو ملاحظين الكاتشب لونه أفتح شوية من الكاتشب الجاهز، وده بسبب البابريكا اللي ضفناها في الأول. لو عايزينه غامق منضيفش البابريكا، لكن البابريكا برضه بتديله طعم افضل. وخلاص كده الكاتشب جاهز معانا، وممكن نحطه في ازازه كاتشب او في برطمان ازاز على حسب ما احنا عايزين، وهنحفظه في التلاجة وهنستخدم منه في اي وقت، والصلاحيه بتاعته ممكن تكون من 5 ايام لاسبوع. ولو عايزين الصلاحيه اطول من كده ممكن نضيف مع التوابل اللي ضفناها معاه في الاول حوالي ربع معلقه صغيره ملح ليمون مطحون. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم.